يشرفنا الآن من استوديو القاهرة الإخبارية الإعلامي العربي الكبير حسين عبد الغني. مرحبا بك أستاذ حسين، ودعني في البداية أنقل لك تصور الكثيرين عن حيلة جهنمية تقوم بها الإدارة الإسرائيلية، تصدر وجها يعرف العالم أنه وجه متطرف، إتمار بن جفير، وتجعله يقول كلاما تعرف أن الدنيا ستنتفض له. قال للقناة 12 الإسرائيلية نهار اليوم، قال على إسرائيل أن تحتل قطاع غزة احتلالا تاما، عليها تاما ودائما، عليها أن تشجع سكانه على الهجرة الطوعية بين قوسين، وقد ناقشنا معا مدى المفارقة في هذا المصطلح الهجرة الطوعية، وأن تكون هذه الأرض أرض إسرائيلية خالصة. بالتأكيد نتنياهو يعرف أن ردود الأفعال ستكون قاسية للغاية على كلام من هذا النوع شديد التطرف، لكن لديه الجواب يا أستاذ حسين، وهذا هو مكمن الحيلة الجهنمية. الجواب هو أنتم تعرفون هذا رجل متطرف، أعمل إيه؟ طيب أعمل إيه؟ يعني قلنا له اسكت يا بن جفير، لم يسكت، أعمل إيه؟ ويظل هذا الكلام متداولا، وكلما رددنا عليه يقال لنا أنتم تردون على متطرف. المتطرف ده أليس وزيرا يا أستاذ حسين في حكومته؟ أستاذ محمد، يعني هذه ملاحظة بالغة الأهمية، لكن خليني أقول لسيادتك أنه هي جزء من التعقيد الحادث في الموقف الآن. التطورات الميدانية في الحرب أستاذ محمد تقول أن إسرائيل عالقة، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في الحرب، وفي الوقت نفسه غير قادرة على التراجع وإعلان أنها فشلت وأنها لم تحقق أي هدف من أهدافها. أحد الأسباب في عدم قدرة إسرائيل على الاعتراف بهذه الحقيقة المرة وتجرع السم هو وجود إتمار بن غفير وسوميتريتش وكل المتطرفين الموجودين، لأنهم يتحدثون بمنتهى الوضوح: إذا أعلنت وقفا للحرب في قطاع غزة قبل أن تسحق حركة حماس وقبل أن تقتل أو تنفي قادتها، فهذه الحكومة اعتبرها يا نتنياهو قد سقطت، لأننا سننسحب من هذا الائتلاف المعقد وستكون لوحدك الليكود والباقين غير قادرين على أن يكونوا لديهم أغلبية تكفي لأن يكونوا حكومة في الكنيسة الإسرائيلية. هذه هي المشكلة، المشكلة الحقيقية التي نواجهها الآن. ويمكن حضرتك لاحظت يا أستاذ محمد أن احنا منذ أيام طويلة، احنا ندخل يوم في اليوم المئة، اليوم الخامس بعد المئة تقريبا، وبقالنا تقريبا أكثر من شهر ونص ما فيش حاجة جديدة في مقتلة إسرائيلية وقصف وحرب إبادة جماعية وانحطاط في كل ما يتعلق بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وهناك في نفس الوقت مقاومة مستمرة حتى اليوم. هناك صواريخ أطلقت اليوم، هناك عمليات تدمير لدبابات، هناك عملية قنص قتل وإصابة عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين. طبعا هناك دمار، هناك قتلى من المدنيين، هناك أيضا قتلى من المقاومين، لكن ما زالت معادلة الحرب كما هي: احتلال يحاول أن يحارب حرب شوارع أو حرب عصابات ويفشل فيها أمام ثلة من المجاهدين الذين لديهم عقيدة.